مش عايزة اخاف منك. ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده في رمضان في البيت، والتريلر او المسلسل اللي هنعمله رياكشن هو مسلسل قمر هادي بتاع هاني سلامه. ما شفتش طبعا التريلر ولا مره، فهشوفه معاك دلوقتي اول مره. يلا بينا. ابتديت افتكر شويه حاجات. دخلت في غيبوبة حوالي 60 يوم، هتنسى حاجات وتفتكر حاجات. ابتديت افتكر شوية حاجات. حتى انت عصابك تعبانة بس الفترة دي، بس احنا كلنا جنب. انت مين يا ست انت؟ مراتي فين يا عصام؟ انت مش بابايا. ابتديت افتكر شوية حاجات. انت اكيد شيطان يا هادي. زي التعبان يطلع من جحر على جحر. هرب المكارم اللي كلكم خايفين منه ده خلاص بيخلص. انا مش همشي من هنا الا لما افهم اللي بيحصل معايا ده بيحصل ليه وازاي. كميه المخدرات والخمره اللي دخلت جسمك تخرب مخ اي حد. الكابوس ده مش عايزة اخاف منك. هو مش الساوند تراك ده، مش الساوند تراك ده متاخد من افنجرز اند جيم يا كابتن؟ مش عارف بصراحه، مش حاسه قوي المسلسل ده، مش نص نص يعني حقيقه يعني. انا هاني سلامه برضو مش زي ياسمين عبد العزيز كده، مش من محبين هاني سلامه قوي في مسلسلات رمضان. انا تقريبا انا شفت له مسلسل واحد في حياتي لهاني سلامه، كان مسلسل الدعايه، كان قديم قوي. هو اسمه هادي تقريبا في المسلسل، هادي ابو المكارم في هاني سلامه. هو عمل حادثه ونسى كل حاجه، وبعد كده ابتدى يفتكر واحده واحده كفلاش باك اللي كان حصل له ومش عارف ايه وبتاع، وصحى من الغيبوبه. شخصيته تقريبا بتبتدي تتغير مع ظهور القمر. تقريبا هاني سلامه السنه دي هيقدم لنا كاركتر وير وولف. الكاست هاني سلامه واشرف زكي ويسرى اللوزي وهادي الجيار وداليا مصطفى. الاخراج رؤوف عبد العزيز اللي كان اخرجه قبل كده فوق السحاب ونصيبه اسمتك وطاقه نور. تقريبا ده الرابع اشتراك ما بينهم هما الاثنين، هاني سلامه والمخرج. عمر تاكل؟ مش قادر. نسبه ترقبي للمسلسل ده 7/10. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وفيسبوك وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي. مش عايزة اخاف منك.